السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أعملكم سلطة أفوكاتو كتير طيبة، إن شاء الله رح تنال إعجابكم بإذن الله. هون إحنا قشرنا البندورة، هلأ بنقطعها ناعم زي هيك. بسم الله. أول شي إذا بتحبوا الحرقان هي زكوتها بالفلفل الأخضر. بتاخدي فلفل اخضر زي هيك وندقها ناعم. هلا نحط الافوكادو. بسم الله. نعصر شوية ليمون. هاي السلطة فخمة، طعمها كتير طيب. عصرت كمان ليمون وبدها كمان شوية ملح. هي حطينا شوية بندورة على الوجه. نجيب درس توم صغير مع شوية فلفل أخضر. نضيف على الوجه زيت زيتون. صحة وهنا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شي جديد إن شاء الله.